مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال إحياء أبناء الشعب الفلسطيني فعاليات مسيرة العودة. وعشية ذكرى النكبة 65 يؤكد الفلسطينيون أن حق العودة لا يزال راسخا رغم التحديات. عشية النكبة وفي الذكرى 65 لاغتصاب فلسطين يجدد الشعب الفلسطيني حقه بالعودة إلى أرضه التاريخية. العودة حق وإرادة شعب، كتب أبناء الشعب الفلسطيني هذه العبارة على قمصانهم خلال إحيائهم لذكرى النكبة في إطار فعاليات مسيرة العودة. بدأ الفلسطينيون تظاهرات تجاه الأراضي المحتلة عام 48، فاصطدموا بقوات الاحتلال الإسرائيلي التي رفعت من درجة استنفارها ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلقت خلالها قوات الاحتلال الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الفلسطينيين. بقي الفلسطينيون صامدون أمام عنجهية الاحتلال وكأن الزمن توقف حين قيل لهم أيام النكبة غادروا الآن وستعودون خلال أيام. مرت 65 سنة ولم يملوا الانتظار وبقي حق العودة راسخا. امتدت الأيام أسابيع وأشهرا وسنوات وواجهت القضية الفلسطينية تحديات عديدة في ظل صمت الغرب عن مجازر الصهاينة وضياع العرب. وفي حمى ما يسمى الربيع العربي ضياع جديد، فتحولت البوصلة تجاه سوريا من قبل أعراب النفط ومفتي الناتو بدلا من أن تكون الوجهة تحرير القدس والأقصى. أما في ذكرى النكبة فتحاول بعض القوى الفلسطينية إعادة البوصلة إلى اتجاهها الحقيقي، فهذه اللجان الشعبية الفلسطينية في مخيمات العودة تؤكد أن من يعمل على تدمير وتقسيم سوريا لم ولن يعنيه مصير الفلسطينيين، وذلك ردا على تصريحات إسماعيل هنية التي جاءت بعد أيام من زيارة شيخه القرضاوي إلى قطاع غزة. وهذه الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة تشدد على أن التفريط بالحقوق التاريخية على أيدي قادة ما يسمى بالربيع العربي وتدمير حق العودة هو أشد خطرا من النكبة، وتعتبر أنه ليس فلسطينيا أو عربيا من يفرط بذرة تراب من أرض فلسطين، ووحدها ثقافة المقاومة طريق العودة والتحرير. وبمناسبة الذكرى 65 للنكبة أكدت اللجنة الشعبية للدفاع عن سوريا في فلسطين المحتلة أن ما يجري اليوم في سوريا وعليها وحولها من عدوان شامل يستهدف أيضا المساس بجوهر القضية الفلسطينية والحقوق الوطنية الفلسطينية بتواطؤ ومشاركة عربية وإسلامية وصلت ذروة حضيضها. وأضاف البيان أن النكبة هي حدث مؤسس في القضية الفلسطينية، فأن المشروع الأساس لمواجهة تداعياتها كان وما زال مشروع العودة كحق وليس مجرد أحقية العودة. وأكد البيان أنه لزاما علينا أن ندافع عن حلفاء قضيتنا ومقاومتنا التاريخيين والأوفياء وفي المقدمة سوريا لنتمكن من امتلاك حق القوة، فصمود سوريا في وجه العدوان الصهيوني الإمبريالي هو الضمان الوحيد لحق العودة.